بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله رب العالمين. إخواني أخواتي، احنا اليوم رحنا في مقدمة الانتخابات بالنسبة لدائرة العونات راس العين. إخواني العونات، إن كان جاهدوا احنا كان غيروا، لأن من هذا الظلم، من الحقرة، من الكهرباء، من الطريق، احنا راه مهمنا لا حزب ولا توحدة. احنا مهمناش الحزب، نهزمنا مصلحة البلاد. احنا كندافعوا على البلاد، احنا كتعرفونا اولاد البلاد. احنا ضد هاد الناس الفاسدين اللي احنا كنطلبوا الزرع، لانني جيت جوج مرات وخلصتو من جيبي ومشى ليا فيه الدعم، مشى ليا فيه الفلوس، ولا على اي طريق السلطه. والشعير اللي كان جاينا يا العونات مشى للخمالشه ومشى لربعه القفاف، لانه كان يتمنى باغي يترشح تما الانتخابات البرلمانيه. ولحد الان احنا جناه وجناه لكم، وراكم لاحظتونا وجناه. جاهدوا معنا، عاونونا، احنا على مصلحه البلاد، باغين الطريق وباغين الضوء. راه هذا هو، ما باغينش رمز الفساد، لان رمز الفساد دزنا منه شحال من مره، المره الاولى والثانيه. احنا الان في حزب الاتحاد الدستوري، احنا ما احناش مع الحزب، ما بعدنا لا حزب تاكتور، لا احنا لعمة الاتحاد الدستوري، حزب ديال المساكين، ديال الفقراء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.